السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة واخداكم معايا جولة لراس البر، رايحين يوم واحد، طلعنا كده الساعة 5 بعد العصر. قلت اخدكم معايا في الجولة النهاردة، جولتنا تكون بسيطة وان شاء الله. طلبتوا مني ان انا اعمل لكم جولة في سوق السمك، هعملها لكم النهاردة. بتمنى لو اول مرة تنوريني في قناتي تعملي سبسكرايب او كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو ولايك عشان الفيديو يترفع، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. كده دخلنا اول حاجة، رحنا كده شارع 101. هنقعد ساعة او ساعة ونص على البحر، يعني مش هنطول. يعني ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده بقى احنا رايحين سوق السمك. قلنا بقى نجيب النهارده، المره دي المره فاتت اكلنا بيتزا، المره دي بقى قلنا نجيب اسماك. و يا بنات عاملين ايه؟ ماما معاكم اهي، بتسلم عليكم يا بنات. كل سنه وانتم طيبين. ودخلنا بقى هنا، ده اول سوق السمك على الجنبين، وفي الجنب الثاني هتلاقي كل محلات السمك. جمبري 100، البوري بكام؟ 55 البور يا بنات. بلبل قلت 30، الكابوريا 60. الكابوريا ب60؟ اه. وكالعادة لازم ماما تقعد تلف في المحلات كلها وتشوف الأسعار، لحد طبعا ما تلاقي الأسعار اللي تعجبها والسمك اللي تكون مقتنعة بيه والجمبري. خلاص بقى هتسأل بقى دلوقتي على الأسعار ونشوف الأسعار مع بعض. 140 ده اللي فوق بقى قال لك. على حاجة 180 ده ب 160 جنيه. والله سألني 160. شوفي بقى يا ماما، احنا عند اسماك الخميس يا بنات. يعني البورتو ده بكام؟ 35. وخلاص جبنا بوري وجبنا جمبري وجبنا كمان بولتي عشان البنات. ودانا عند كاستينيو، بجد بيعمل كاستينات روعه 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 يا بنات. بس احنا هو حبال الشارع، اول ما انت داخله الشارع كده تلاقي ايدي على ايدك الشمال. عم تمشينا في السوق، قال لنا نص ساعه ونرجع، فهاخدكم كده معايا برده الجوله بقيت سوق السمك والخضار، وكمان هنروح السوبر ماركت مع بعض. يلا بينا. هنا رحنا عند اسماك المقلوقه، في حي لقينا الاسعار تعتبر اسماك موحده 160 180، جمبري 140، ولقينا كمان البولتي 55 و60، والبوري اسفه، والبولتي برده ب 35 ل 40 جنيه على حسب الحجم. شكله اسود دولي كده. ودلوقتي بقى داخلين سوبر ماركت هنجيب بيبسي وعيش ومخلل، يعني هناك كل حاجه متوفره. اتكلم معاكي. شوفوا الانصات الجديده يا بنات، حلوين قوي. السوبر ماركت، السوبر ماركت فين؟ ربع رومي احلى ربع رومي. طبعا احنا محتاجين عيش للاكل بتاعنا في الكوبري ده، فرحنا بقى مخبز العالميه. العيش هناك حلو جدا، في رغيف النيل اللي هو الكبير ده، واللي جنبه ده ب 75، في صغير خالص بنص جنيه. بنجيب دايما من عنده العيش بتاعه. رحنا بقى خلاص عم خلصنا كل بتاعتنا، كان الاوضه بتاعنا خلص. كان بقى بيتميز الاوضه بتاعنا، حبيت اصور لكم كده شكل الباي اللي هو المانشو كده، وكمان خطه، وكان في سنجاري. بجد الريحه هناك كانت روعه، كل بقى عشاء السمك يعملوه عنده، بجد حلو قوي. وده شكل اكل يا حبايب قلبي. عملنا بقى ايه عندنا؟ ده سمك اللي هو البولتي الينو، وده جمبري، وماما عامله لنا رز في البيت، وبرده في جمبري كمان هناك اهو، وكمان بوري وشوربه بقى وسلطه الطحينه، ومعانا كمان سلطه اهو. ماما عامله لنا الرز وحطاه في اللي هي الحله ديت اهي معانا. وبرده طبعا لازم البيبسي، جايبنا بيبسي برده من السوبر ماركت معاكم، شفتونا بقى في الحلقه بتاعتنا.
اهو. وكمان معانا مخلل. جبنا بقى كل الاكل وهنبدا بقى ناكل دلوقتي في الحديقه. احنا عاده بناكل عند علاء الدين، بناكل يعني بناكل بس في المطعم، بس عشان ولادي مش بيحبوا ياكلوا السمك غير بالرز الابيض، ما بيحبوش اللي هو الرز الاصفر او الصياديه، فعملت لهم كده رز في البيت وهناكل ان شاء الله، وارجع لكم بعد ما نخلص الاكل. دلوقتي احنا رايحين بقى ناخد جوله في السوق، وعملت كالعاده ونعمل ايس كريم وذره، يعني كان يوم زي ما قلت لكم. طبعا معديل بقى جاي سيد بلبول، وبقى عنده البيتزا حلوه والايس كريم، يعني كل حاجه محتاجاها تلاقيها عنده في فرع متكامل. اسمك ايه؟ ام، حرف الام. كم يا جميل؟ ها؟ لا، حرف ال ان برضه؟ اه، كلنا ايه؟
هنا بقى التعبان اللي شفناه على صور كتير جدا، الناس بيحطوا كده على حبيبتهم بيصوروا بيه، والمنصور بتاعنا لسه بناتي بس بيشوفوه بيصرخوا بجد. كفينا شرورهم يا رب، منظره صعب واشعر الجسم. دلوقتي لازم طبعا نقول للبنات نخليهم كده كده دلوقتي بقى مشينا هنروح بقى نشوف المكان اللي هو عامل مكت الحصار بتاعه راس البر، شكل العشه، شكل الجوامع، شكل اللي هي يعني عاملين مكت كده اشكال مصغره، مسجد الرحمه، وكمان اللي هو العشش والشقق بتاعه راس البر زمان، شكل العشه كانت زمان عامل ازاي، ودلوقتي شكل العمايه دلوقتي برده شكلها عامل ازاي. اهو شقق راس البر زمان كان منه رعايه عشش، ودلوقتي برضو فن المعمار شايفين بجد راس البر كان دلوقتي متميزه بالمعمار بتاعها، فن المعمار حاجه تحفه، اجمل جلل واجمل عمارات. ده مشروع اللي هو مجلس المدينه القديم، حتى هتلاقيه قبله على طول. يعني هو المكان ده اسمه راس البر ما بين الماضي والحاضر. للاسف انا كنت كل مره بحب اصور معاكي المنطقه بتاعت عرسان، بس المره دي انا ما رحتش خالص عرسان لان جدا، وانا ما كنتش قادره نروح في مجلس المدينه عرسان اليوم ده، برده ما اسعدنيش حظ ان اصور لكم الاسم. ده مجلس المدينه اهو، ده المكت بتاعه اللي احنا شفناه قبل كده. هنخش بقى دلوقتي على اللي هي السوق نفسه اللي هو اللي في المحلات. طبعا بقول لكم كان يوم جمعه وكان زحمه جدا جدا جدا. ده بنتي ده محل بنتي اهو بتاعت اكسسوارات بقى وشنط وملابس وطرح، يعني في حاجات مختلفه. اكسسوارات عامله ازاي؟ خواتي منها تحفة بجد. ده بقى ده بصين يا بنات، الله دول تحفة قوي، شايفين دي الأنسيالات اهي. السيالات اللي هي صغيرة الناعمة دي بجمع؟ جمعت؟ منين جنيه والله؟ Thank you.